ثلاثة أيام. هكذا تم الاتفاق على عمر الهدنة الإنسانية، ولكن بدت الأجواء في هذه المدينة غير ذلك. فمع دخول الهدنة حيز التنفيذ ساعاتها الأولى، شنت الميليشيات قصفها العنيف على الأحياء السكنية. منذ الساعات الأولى من انطلاق الهدنة حتى اليوم الثالث، والحوثيين لا زالوا يقصفون تعز، بل اشتد القصف في أيام الهدنة أكثر وأكثر. كل ما في الأمر أن الهدنة هي عبارة عن كلمة تكتب على ورق يقتنصها الحوثيون ليرتبوا أوراقهم ويجمعوا ميليشياتهم لكي يشنوا حربا أليمة على تعز. مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل جبهات المدينة الشرقية والغربية وكذا الشمالية تعرضت لقصف هو الأعنف على مواقعها، وسطت عدة محاولات تسلل قامت بها عناصر الميليشيات التي على ما يبدو أنها جعلت اتفاق الهدنة غطاء من أجل تقدمها. في خلال الثلاثة الأيام التي أعلن فيها الهدنة قام الميليشيات بإرسال تعزيزات وتعزيز جبهاتهم التي متواجدين بأمامنا، وقام بأعنف الضرب علينا. منع دخول المساعدات الإغاثية والاستمرار في إغلاق منافذ المدينة واختراق الهدنة أمور تجعل الجميع هنا يتساءل ما الخطوات القادمة التي ستفعلها الأمم المتحدة تجاه كل ذلك، وإلى متى سيستمر هذا الحال؟ بدت مزاعم الهدنة في البلاد، وما إن ترقب الجميع دخولها حيز التنفيذ حتى ذهبت كسابقاتها أدراج الرياح، فليس بإمكان هذه المدينة أن تنعم ولو بقليل من الهدوء ما دامت الميليشيات تقف على أسوارها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.